هتلعب شويه؟ لا، تقعد تفتح لي تيك توك ويوتيوب والباقه تخلصها لي، وانا المشكله لما ابقى عاملها شوكك اصلا. خلاص والله هلعب اللعبه اللي من غير نت. والله ما مصدقك. اخر مره والله، والله ما هفتح لعبه بنت تاني. قلت لا وما تكترش كلام معايا. خلاص يا عم، انا رايح اخلي بابا يجيب لي موبايل جديد. يا بابا، انا عايز موبايل وقت، عشان احمد مش راضي يديني الموبايل بتاعه. لا يا ابن ربنا، ما يحوجك لحد. خد العب في ده براحتك. وايه ده؟ ده موبايل، خد العب فيه. هو ده فيه العاب؟ ده فيه ببجي. هتلاقي فيه لعبه الحنش تتف على اللعبه اللي انت بتقول عليها دي. اسكت. طب الحنش، انا عايز موبايل تاتش. تاتش؟ الله يرحم ابوك يا ابني، التاتش اللي هو الموبايل بتاعنا بيعمل كده ده. اما تتبطر لي من الوقت ده، انا وانا جدك يا ابني ما كنتش طايل واحد زي ده، ولا كنت طايل اشوفه، وانت الوقت مش عاجبك ده. والله ما ارضى انزل بالبتاع ده. سيبني انا انزل بالبتاع ده. الله يرحم ابوك. صح يا ابني، والله افضل اقولها لحد ما اموت. اقسم بالله هتطلع على الطلعه دي ما الطول ده، ولا البتاع الطش اللي انت ما تقول عليه التاني ده، هديك هتشوف هتشحت كده. لا ده الواحد يشحت احسن والله. انزل ده، هي دي العنطه زي الكدابه، تلاقي الواحد ابوه مش لاقي ياكل وهو اللي ما يتنطط.